حكينا على الجينيتيك فاريشنز. جينيتيك فاريشن leads to evolution، مزبوط؟ lead to more survival. بتعيش اكثر. كل ما كان عندك جينيتيك فاريشن اكثر، كل ما كانت التشانس لك انك تعيش او تستمر في العيش، اكثر، مزبوط؟ طيب في لها اسباب هذا الحكي، ليش في عندي جينيتيك فاريشن؟ اول وحده حكينا عنها الجين شافلنج، تتذكروها؟ شفل، عارف شو معنى شفل؟ اوكي، اتس فاريشن، في مين اجت؟ جين شافلنج هي عباره عن فاريشن اللي موجوده في الاسبرينج، اللي موجوده وين؟ ريبرودكشن اوف جاميد، شفل من هون لهون ومن هون لهون، نقل، عرفتها؟ طيب منيح. هلا كيف هذا الحكي بصير؟ اتس فاريشن اللي موجوده في الاسبرينج اللي موجوده على بسبب الجين شافلينج خلال عمليه انتاج الجاميتات، مزبوط؟ طيب اخذتوا شيء عن مندل تذكروا؟ اخذتوا لما بنحكي ايه؟ ايه؟ مزبوط؟ مثلا بي وبي صح؟ هذا الفادر هذا المدر، هذا شو بيعطي جاميتات؟ ممتاز، اذا هذا شو؟ هذا هو الجاميت وبي هذا هو الجاميت، اذا بنعمل لهم كروس اي بي، ممتاز. هذا شو؟ ممتاز. هذا الاف 1 هوم ولا هيتيرو؟ هيتيرو زيجوس. حتى اذا انا بدي اكون هذا الجاميت، بدي اعمل تكوين هذا الجاميد، في اختلافات فيه ولا بصيرش في اختلافات؟ ممتاز. هلا شوف كيف الاختلاف، ريمبر وين هذا بصير الاختلاف؟ الميوسيس. الميوسيس وباي بارت في الميوسيس؟ كروس اوفر. لكسكوت كروسنج اوفر، خلي غيرك يحكي بالكروسنج اوفر، خلال عمليه العبور، او سميناها ايش احنا؟ كيازما، كيازماتا. هلا عندكم الكروموسومات هيك، في عندك سيستر كروماتيد اثنين مع بعض، وفي عندك هون اثنين، مزبوط، بقربن على بعضها بسموه هوملوجس كروموسوم، هذا هوملوجس كروموسوم، بقربن هيك. هون الكيازما هاي النقطة، هذا بيعطي هون، هذا وين بيعطي؟ بيعطي هون. طب هاي الشغلة راندوم ولا مش راندوم؟ راندوم. مزبوط؟ راندوم لي، يعني ممكن كيف عشوائية، ممكن تنقل 10 جينات، ممكن تنقل 50 جين، ممكن تنقل 3 جينات، ممكن تنقل جين واحد، ممكن تنقل جروب اوف جين، كلاسترز اوف جين تكدر. كل ما كان عندك عملية كروسنج اوفر، كل ما كان عملية التباين أكثر. قديش بيقدر هذا الحكي ينتج؟ طلعت ليش الاختلاف؟ 8.4 مليون ديفرنت كومبينيشن اوف جينز على 23 زوج الكروموسومات. اذا انا بتوقع من هذا الحكي كل ما تباعدت في عمليه الكروس بريد، كل ما بعدت جبت واحد من هون واحد من هون، كل ما كان الفاريشن اكثر، جينيتك فاريشن. اوكي هلا عملنا سكسوال ريبرودكشن، هو عبارة عن التكاثر الجنسي، شايفيننا؟ طلع كيف الأشكال تاعتنا، شو بالنسبة للفينوتايب تاعنا؟ ديفرنت، بس شو بالنسبة للأليل فريكونسي؟ بيختلف؟ ما بيختلف الألي فريكونسي كفريكونسي، ريلاتيف الألي فريكونسي، لأنه إحنا عندنا 23 زوج، 23 زوج بضلين إيش؟ بالداخلات مع بعض، الا اذا حصل اللي حكينا من اول، صار ميتيشن او صار فاوندر افكس او صار بوتل نيك افكس، مزبوط، هذول بصيروا بايش؟ بغيروا في القليل الفريكونسي. اذا كان شيء حسب ما حكى هذا حسب المعادله تاعته، اذا كل شيء ثابت فيش تاثيرات خارجيه، ما في تغيير، ما في ايفوليوشن، ما في ايفوليوشن. المثال جايب لك اياه هون زي ما حكيت لك، عباره عن لعبه الشده اللي بيلعبوا شده شباب، فيها من 1 ل 13، مزبوط؟ كيف ما تيجي تعمل كومبينيشن؟
مش تلعبوا ترنيب كومبينيشن ترنيب او تريكس بس بضلوا 13 ورقه هذا المقصود كيف ما تلعب يعني بتغيروا بتغيروش الفريكونسي تاعته بتتغير ما بتتغير حكينا اول واحده شيء هي جين شافلينج هذا بيعمل فاريشن النقطه الثانيه جيوغرافيك فاريشن يلا شو بنفهم بالصوره هاي احكيش انت الصوره هاي شو بنفهم منها احكوا عادي سبيك اب اوكي هون شو حاطين احنا هون التيتيود الارتفاع مزبوط ممتاز ارتفاع عن سطح البحر هون شو حاطين طول النبات اذا بدي اقارن شغلتين الارتفاع عن سطح البحر مع طول النبات يلا شو سوي شفنا هون طلعوا لي على هاي وكل ما كان اوطى كل ما عمركم شفتوا شجرة سلة على راس جبال؟ طب ليه؟ سؤال بتشوفوا شجرة سلة على راس جبال؟ بتشوفوا ايش؟ في لانها طويلة هيك بتطول بسرعة فبحطوها تحت يعني لا يا بنت الناس لا ليه بنحطها فوق بتطول المشكلة تاعتها هيك احسن عشان تخش توصل لطحات السحاب شوية رياح بتطيرها تنزل عليها اول وحدة اثنين التربة التربة بتكون شلو بتكون رقيقة بسبب ايش؟ هطول الامطار وعملية الهذا فعن هيك بتلاحظوا هذول مش عملوا ادابتيشن للرياح العالية فبكسروا حالهم وبيفردوا حالهم فرد عشان ما تجيش الرياح تضربهم واللي بعدين كل ما زادت حركة الرياح شو بزيد؟ ترانسبيريشن مزبوط تنفس عملية النتح وعملية النتح بتنشف النبات ما هي اصلا اوكي اذا شفنا العلاقة بينهم هي عملية ما لعب في هون الجين أنا جايبكم نفس النبتة ولا لا مش ملاحظين نفس النبتة بس اللي غيرت فيه هو الارتفاع يعني بزرعها هون ما شاء الله بتطول بزرعها راس جبل بضل قصيرة السبب وين عملية الجيوغرافي واضحة نفس النبات أنا بستخدم هلا نشوف شو ملموس عند النشر سيلكشنز مود اللي هي طرق مزبوط اوكي خلينا نشوف هذا الاوريجينال بوبيليشن عندنا هون الفينوتايبس حاطين ايش الشيل كلر مزبوط شيل معناها صدفي صح الخارجي اللي فوق هذا الشكل الخارجي تاعك شو حاطين هون اوف individuals اوكي ممتاز هون شيل رسمي هاي حلزوني صح سنيل عشان هيك حكينا شيل كلر شيل تابع لسنيل شيل كلر هذا الديستريبيوشن تاع الاوريجينال بوبيليشن طلعوا شو صار عندي هون شوف شوف البيك كيف صارت واحد الدوت نقاط هو الاصل ممتاز شوف اجى نيو بوبيليشن بس هذا البوبيليشن ايفولد شو صار فيه؟ طلع مزبوط خسر حاله شوية حجز حاله بالوسط شو بالنسبة للأطراف؟ شو سوى فيها؟ قللها ولا زالها؟ صار مور ستيبل ولا لا؟ مور ستيبل شو كاتب انا هون؟ لا مش مور ستيبل بي كيرفول ستيبلايزنج سيلكشن حاطط عليه حاطط ستيبلايزنج سيلكشن شو شاب الاكستريم؟ يعني اجيب لك على سبيل المثال مجموعه من البوبيليشن من الناس الافرج الطول تاعهم الافرج 1.8 متر مزبوط اجاك ما شاء الله واحد طوله 3 متر هيك ثلاث اربع شباب 3 متر طولهم واحد ما شاء الله كأنه متر وعشرة متر بتزوجوا ابو ال 110 هذا بتزوجوا وحده قد لازم تشوف صح اوكي زوج شو بتسوي فيه انت بعد فتره؟
صرت اعمل له ايش؟ اكسكلوجن استثناء. استثناء. وهذا شو بصير فيه؟ بصير تستثني فيه. وين شو بتصير فيه انت بتعمل؟ تاخذ بس طوال. واضح؟ فصار بصير المجتمع عنده تقريبا ايش؟ طويل، فانت بتعمل ستابلايزنج للوضع هون. رح نجي له ان ديتيلز هسه. شوف الحالة الثانية شو صار فيها؟ هاي الاوريجينال، زحته انا على اليمين. بس هذا الحكي ايش اسموه؟ دايركشنال، هذا ستابلايزنج. الحالة الثالثة هاي اللي ما عرفتش الفظها صح؟ دايفر لسه ما عرفتش الفظها. دايفرسيفاينج سيليكشن، عم بعمل دايفرج. اوكي راح تيجي هسه مور ديتيلز. هاي مور ديتيلز، شوفوا الستابلايزنج سيليكشن. هادي بليز ريمبر ذيس. Selection against dot both ايش سميناهم؟ extremes. واضح؟ المتر ونص 3 متر هذول extremes بنسميهم احنا. واحد طوله زي العملاق شو بدك فيه؟ فبصير extremes فبشيلهم فبعمل انا stabilizing هون. هاي ال population after ايش؟ Selection. هلا شو تعريفه لهذا stabilizing selection؟ عم تعمل favors average individuals في population. إذا أنا بعمل favor للأفرج شو بصير فيهم الأفرج هدول؟ they do survive and دير بالكم coupling هذه ده ما بتقدر حكيت many times I've spoken it out إنه بدون ما تعمل reproduce ما بتعمل survive. reproduce شو بيعمل flooding إيش ده جين بول. عارفين شو معنى جين بول إحنا؟ يعني الجينات تاعتهم عم بتعبي هالبركه اللي توتال جينيتك ميك اب تاع البوبيليشن. طيب شو بصير في الفاريشن؟ ايوه هون بيجي الاسئله. ايوه بعمل ريديوس للفاريشن اوف انديفيدجوالز وين موجودين؟ في البوبيليشن. هذا بحطه تحتيه خطين ثلاثه. ريديوس للفاريشن. بما انه بيعمل هذا narrowing of things make it too much narrow شو بيعمل لل individuals keep it where toward the middle وشو بيعمل في species بيعمل stabilize عشان هيك سموه stabilizing بس في disadvantage هذا صح؟ شي disadvantage تاعته؟ الadvantage تاعته بيعمل stabilization بيعمل reduce the variation هاي الديس ادفانتج تاعته. يعني بصير الجين بولز بس من الماخذ؟ بس من الافرج. بس بتعرف احنا كروس بوردس اليوم ولا لا؟ مفتوح الحدود زي اول. اوكي، نيجي على الدايركشنال سيلكشن. شوف هذا شو بياخذ؟ اكستريم عكس هذاك عكس الستابلايزنج عم بياخذ اكستريمز اوف انديفيدجوالز في البوبيليشن وين اجا؟ على الاطراف يا بياخذ الطرف هذا يا بياخذ الطرف هذا بياخذ الاكستريمز هلا ذوز اكستريم طبعا بده يعملوا سيرفايف شو بده يعملوا؟ ريبريديوس بده يعبوا ايش كمان؟ الجين بول بس طلع هون الادفانتج تاعته. Can lead to a rapid evolution of a population. طب كيف صارت هاي؟ كيف بتصير يعني how come؟ مع انه اخذ الاطراف اخذ اللي عندهم صفات غريبه شويه وابعد شوي عن الميدلز. ومع هذا الحكي بقول لك هذا بصير ايفوليوشن مختلفة they have different genetic makeups هسا هذول بده يرجعوا على كمان على stabilizing بده يردوا يعدلوا كمان في جيناتهم مزبوط فعندهم جين بول مختلف بردوا بيعدلوا كمان جينات كأنهم صاروا عم بيعملوا ايش؟ adaptation اذا بده يعمل adaptation ليتر بده يعملوا ايش؟ ايفوليوشن تطور طب في رأيكم شو اللي سايبكم سؤال؟ What can you think of that
would cause this. شو اللي بسبب هذا الحكي؟ الاكستريم. شو اللي بخلي هذا الحكي؟ انه نحن نعمل سلكشن للاكستريم. لا بسيطة، لو كنا مثلا ديزيز اكتسح المنطقة. إذا كان معظم الناس فيهم نفس الجينيتك بول، شو بصير فيهم؟ بيروحوا. مين اللي بيعيش؟ الاكستريم اللي على الأطراف، اللي هذول عندهم ديفرنت جينيتك ميك ابس. مزبوط؟ مش هيك بصير في هذا الحكي؟ واضحة هاي النقطة مش واضحة؟ مين أحسن؟ دايركشنال ولا ستابلايزنج؟ دايركشنال أحسن. ديس ديستربتيف. ديستربتيف معناها دونت ديستربت مي. كله تزعجنيش، بتقطع بتخلي بالدنيا. اوكي هذا فيذر. ايذر اكستريم اوف انديفيدجوالز الموجودين وين؟ في البوبيليشن. عم بياخذ ايش؟ تو اكستريمز. اخذ اللي هون واخذ اللي هون. شو معطيكم انا هون؟ فريكونسي هون التريت فاليو. صار عندي واحد ولا اثنين؟ صار عندي اثنين. طب في عندي شيء بالنص؟ صارت هيك، طلع لها لما ندخلهم يا اما يمين سوري شمال يا اما يمين. اذا least to know intermediate forms. جيناتك يا ايه ما شاء الله يا بي، فيش بالنص اي بي. طيب شو فائدته هذا؟ برافو عليكم، لانه انا في عندي او بي معناته سبيشيز اي. وش بي صار؟ صار عندي تو سبيشيز. كلهم بيحصلوا بالطبيعة حسب حسب الظروف البيئية اللي بتحيط فيهم. طيب اجيب لكم مثال بسيط. لو انا جبت ان شاء الله وادي كبير، على الجهة هاي في جبل وعلى الجهة هاي في جبل، مسافة بينهم كبيرة، وزرعت نفس الوردة، وردة جوري هون وردة جوري هون، وكنا بعد 100 سنة بدنا نيجي نشوف شو صار في الوردة الجوري هاد، شو بتشوفوا فيه؟ هل بتطور بنفس الطريقة ولا طريقة مختلفة؟ اللي هو ديستربتيف ولا مش ديستربتيف؟ انا عملتش بارير بينهم، فيش انترميديت، فيش شيء كونكشن بينهم، لا هذا بقدر يلقح هذا ولا هذا بقدر يلقح هذا. فبصير عندي تو سبيشيز ليتر اون، مع انهم كان وان سبيشيز، بس بيضطروا يعملوا كمان ايش؟ ادابتيشن. واضحة؟ اذا انا بدي اعمل سيلكشن، شو اهم شيء بهمني؟ شو اكثر شيء بهمني فيه؟ إذا بدي أعمل سيلكشن، شو أكثر نقطة بتهمني في السيلكشن؟ إنه عندي سبيشيز. كل ما كان عندي مور سبيشيز، مور بايودايفرسيتي، مور ايفوليوشن، صح ولا لا؟ اللي بسموها سبيشيشن، يعني برودكشن أوف نيو سبيشيز، إنتاج نيو سبيشيز. سبيشيشن أوكير وين ممبرز أوف سيميلر population oh my god so no longer interbreed and produce fertile offspring within their natural environment. علي صوتك خفيف. ايش يعني شو معناها speciation؟ حكينا انه بتقدر لما يكون الاحشيه نفس الشيء ومش كميه بتكون على ذاتها. يلا غيرها غير شو فهمتوا منها؟ اقراوا هالعبارات. انت لازم تاخذ علامات استفهام. انت والشاب هذا. لازم ولا يلا احكوا تخافوش، ليش مسحيين؟ شو فهمتوا منها طيب على الاقليه؟ بدك تقراوا انجليزي، اتفضل. مجموعه من او عدد من البوبيوليشن هو مجموعة السكان اللي بيكون موجود، بيكون عندهم صفات مشتركه بيناتهم بتكون مميزه. غيرها تفضلي. يعني لما بيكون صنف ما في صنف مشابه له فبيضطر انه يعني زي انه يتفاعل مع بيئه ثانيه مشان
اوكي قربتي. مين غيرها؟ مين غيره؟ شباب الشيء طلعوا بكلكم. occurs when a members of similar population, في عندي population نفس population no longer interbreed, بيقدروش يتزاوجوا, فيش تزاوج بينهم. يعني انا بجيب الورد الجوري هذا بطل يتلقح الورد الجوري الثاني بطل يتلقحه. طيب شو بدي اسوي؟ بدي يعمل ايش؟ new species. خلص بطلوا, فصلوا عن بعض, بطلوا يعمل interbreedings. واضح؟ بدل ما بطلوا يعمل interbreeding خلص بصير بفصل, بصير اضطروا يفصلوا عن بعض, بيضطروا ايش يعملوا modification على الجين evolution تاعتهم على الجين مشان ايش؟ يعملوا survive. فجايب لكم انا ايش؟ are mules a species? should be what? حتى هذا نسميه species should be fertile. يعني offspring عنده قدرة على الإنجاب. الميول عنده قدرة على الإنجاب؟ البغل ما عندوش, فعشان هيك بنسميش species احنا هذا البغل. فلو تزعلوش لو حد بقول لك هيك بسبب عليك لك يا بغل, يا مصطلح منيحة بغل. شو كنت لك انت لازم تكون حاضر. اوكي هلا كيف بده يصير عندي نيو سبيشيز؟ انا افتكرته هذيك المره قلت له وينك؟ امبارح قلت له, قلت له بتجيش تعمل شو بصير لك. واحده جيوغرافيك, اثنين ريبرودكتيف, واحدة تمبورال. تمبورال اوكي هلا بنشوفهم, هلا بنشوفهم. طيب حكينا عن المودلز, بدنا نحكي عن مودلز اوف evolution. طيب شو شايفين بالشجرة هاي؟ رسمة. شو عم تسوي؟ اوكي هاي نقطة صح؟ النقاط هدول شايفينها؟ في نقاط للتفرع. هاي نقطة رئيسية وهون الانسيستر الرئيسي. فكل تفرع شو معناته؟ new species. كل تفرع من هدول معناته عم بيطلع عندي نيو سبيشيز, بس إلهم ايش؟ كومن انسيستر. طب هذا الحكي كيف بصير؟ هل بصير فجأة؟ لا. ولا بصير تدريجي؟ اكيد تدريجي. طبعا هذا الرسمة نفسها الرسمة اه؟ واضح؟ هذا تغير في ايش؟ وقت, شايفين؟ مع ايش؟ مع مورفولوجي. ولا كيف بتعرف انه هذا سبيشيز بيختلف عن هذا سبيشيز؟ اول شيء على الجين ليفل؟ لا بتطلع بالشكل بتقول يا الله هذول مختلفات عن بعض, معناته فيهم هذول ديفرنت سبيشيز. هلا كيف هذا الحكي بصير؟ جراجوال. جراجوال معناها ستيب باي ستيب, تدريجي. فبسموها الجراجواليزم. عم بيحكي هذا انه سبيشيز اورجينيت, يظهر من خلال تغير, ايوه تغير تدريجي. تنسوش لازم يكون عندي ايش؟ ادابتيشن مش اكلمتايزيشن. يعني احنا بنسميه تاقلم تدريجي مزبوط. كيف عرفوا هذا الحكي؟ الاحفوريات مزبوط. وشو كمان بصير فيه كمان؟ ستيدلي. عارف ما ستيدلي؟ ثابت متناغم يعني throughout the time. طب وقت الحالي هلا واحنا بهذا الوقت in this time في عنا evolution بصير؟ احكوا في بصير evolution؟ بصير. مش حكينا عبارة عن ايش هو عادة؟ مش gradualism استدلي, بس slowly, very slowly, you cannot see it. عمر الإنسان كداش خليه يعيش 100 سنة وبعد 70 بيخرف أصلاً, بطل يتذكر إشي. يعني 70 سنة شو بدي أشوف فيهم 70 سنة هدول؟ بقدرش ألاحظ الفرق بعينه مزبوط. فعشان هيك بنرجع لإيش إحنا؟ للفوسل ريكوردز أو للي بتعملوه أنتوا الأيام هذه الصبايا تاعين الزراعة اللي هم إيش؟ محنطات. بتحنطوا الشغلة, بتجيبوا فراشة مثلاً بتحنطوها, بعدين بتجيبوا كمان فراشة بتحنطوها, بيجي الجيل اللي بعدكم بي الله بقول لك هذول, شوف هذول الطلاب فيش عندنا هذه الفراشة, اختفت اجت فراشة ثانية. اوكي او ممكن يكون ايش؟
يلا بتنقطوا ولا بتنقطوش انتوا؟ هاي اكبر مشكله كانت عندي بالعربي، التنقيط. بانكشويتد تنقيط ايكوليبريم. بس شو حلاوته هذا؟ عكس هذا تماما صح؟ هذا كيف بيحدث؟ هذا كيف بيحدث؟ كويكلي صح؟ هذا بيحدث كويكلي. بسمي لك اياها ان رابيد بيرس، بيرس انفجار. لما انت بتيجي بينفجر بسرعه هيك، يعني بسرعه بيحضر بلمحه بصر يعني. بس شوف السرعه هاي اللي بحكيها الربد قديش طلع عليها. شوف ال 10,000 سنه بسموها ربد، ربد بيرس. هاي بسرعه عندهم. واللي بيحكي هذا الحكي برضه شو هو؟ بأكد عليه فصل ريكورد. بتحكي عن ايفوليوشن انت يا زلمه، بتحكيش عن شو اسمه، بتحكيش عن بيئه بندوره ولا مخلل. تيكس تايم الايفوليوشن. يعني اذا هذا سميناه سريع وبده 10,000 سنه، فما بالك بهذا؟ معناته مليونز اوف ييرز ولا لا؟ اوكي. سواء جينا عن هادي سواء جينا على هاي، بوت شو بصير عندي انا؟ شو الاوتكم تاعتي؟ اوكي. هلا بالامتحان لو احنا نركز عليه كيف نجيب الاسئله؟ بحكيكم على الموضوع بالايفوليوشن الجراديوليزم، بتحكي لي بس انا شغلي هاي، او البانكشويتد، او بجيب لك الديفرنس بينهم، الفرق بينهم. يعني لازم تعرف كيف تميز الفرق بينهم. طلعوا ما شاء الله، شايفين؟ ايوه. كمان سيستر ولا لا؟ هذا وهذا، هذا وهذا، ما شاء الله، هذا وهذا على عكس بعض، بصير بصير كبال بعض. يسميناه شو سميناه احنا هذا؟ باترنز اوف ايفوليوشن. انماط ممتاز. ممكن يكون ادابتيف، ممكن يكون دايفرجنت أو كونفيرجن. طيب ببعد كونفيرج بقربوا على بعض أو بلتكم في نقطة معينة. أدابتيف شو حاطين لك عليها؟ راديشن. An ancient species radiated out into many species adapted to their ايش؟ environment. صعبة هاي النقطة؟ مفهومة؟ يعني species واحد واضح؟ عم براديت بيرفكت راديشن زي بشع، وما بشع هو عم ينطلق على منطقة ثانية. هذا بصير هو بس هو الأصل بيكون راديت اوت انتو ماني سبيشيز ادابتد تو ذير انفايرمنت. أو ممكن يكون عندك دايفيرجنت ايفوليوشن، وان سبيشيز راحت عليه هذا دايفيرجنت. شو يصير؟ سمعت معك كلمة distinct؟ distinct. طب شو معنى distinct وش؟ student. distinct وش؟ student. شو معناها؟ طالب مميز. ها؟ مثالي مميز. فهذا بيكون عبارة عن ايش؟ بيكون خلص منفصل completely. convergent evolution. اوكي، هاي النقطة الرئيسية. This one is very important. Unrelated species occupy ايش؟ The similar environment. Similar environments. مش same صح؟ Similar. ها؟ Same بيختلف عن similar ولا لا؟ اوكي. In different part of the world. ها؟ شفتوها؟ يعني ما شاء الله في عندي بظروف طبيعيه معينه بعيش سبيشيز، نفس سبيشيز، ونفس سبيشيز بعرف ظروف طبيعيه ثانيه بس فيش نفس الظروف، بس واحد في استراليا مثلا واحد في كندا. شوف كده شو بعيد بينهم. هلا بانه الاثنين بيعيشوا في سيميلر انفايرمنت بريشر، نفس الظروف عم تضغط عليهم، نفس الظروف البيئيه بريشر معناها ضغط. اوكي؟ They have similar ايش؟ pressure of despite ايش؟ their common ancestry.
كأنه بتطوروا مع بعض صح؟ مزبوط؟ بعيش بنفس الظروف، لكن شوفوا هذول السنجاب اللي هون السنجاب اللي هون، وحضطر يصير فلاينج سكويرل مشان يعمل مور ادابتد، مع انه نفس سبيشيز بيعمل مور ادابتيشن. المقصود فيها انه انا عندي ادابتيف راديشن وان سبيشيز بيطلع بيعطيك ماني سبيشيز، اوكي، بصير بعد بسلم ادابتيشن، او ممكن يكون دايفرجنت ايفوليوشن، هو عباره عن وان سبيشيز دايفرجنت تو بيكم مور ديستينكت منفصل تماما، او كونفيرجنت ايفوليوشن انه عندك unrelated species بيعيشوا في نفس المنطقه، بيعيشوا في منطقتين مش مختلفات، متساويات في نفس الظروف، بس بيضطروا يعملوا ايش؟ adaptation، كانه بصيروا ايش؟ بصيروا يقربوا على بعض، مع انه واحد بيعيش بالشرق وواحد بيعيش بالغرب. فهمتوا هالنقطه هاي ولا لا؟ اوكي، عندي species A وعندي species B، واضح؟ هذا بيعيش بمنطقه C في استراليا، يعني سي ظروف المطر، ظروف الحراره، تقلبات الطقسيه عليها، المناخ، الجيوغرافي، وهذا بيعيش منطقه سي برضه بس بكندا. فانا بعرض اي لسي وبعرض بي لمين؟ لسي. شو بيضطروا يعملوا؟ بعد فتره ادابتيشن الفتره كربوا على بعض كونفيرج. ليش؟ لانه نفس الظروف، نفس البريشر، نفس الناتشرال سيلكشن بتصير عليه. اللي بتصير عليه الناتشرال سيلكشن هير بصير عليه الناتشرال سيلكشن وين؟ هون. ففجأة بتيجي بتلاقيهم كانهم سيم صاروا، مع انه مختلفين، مع انه تو سبيشيز، تو ديفرنت سبيشيز. اوكي، عندك وان سبيشيز بالراديشن بعطيك تو ديف، بعطيك اكثر من سبيشيز، سبيشيز اي بي سي دي ماشي، بتعمل ادابتيشن. او عندك انت تو ديفرنت سبيشيز صاروا وان سبيشيز، بمعنى بعد فترة بصيروا كانهم ايش؟ كونفيرج، كانوا بيلتقوا في نقطة معينة، كانوا صاروا وان سبيشيز. شو السبب؟ عرضتهم نفس الظروف بس مناطق مختلفة، ما هم تو سبيشيز، واحد بيعيش في منطقة اكس واحد بيعيش في منطقة واي، عرضتهم نفس الظروف. طب انتوا كلكم تعالوا على المختبر، اوكي، جيبوا حلزونتين مختلفات سنيلز، طبعا عرضوا نفس الظروف لهي الحلزونة بهالبوكس بهالانفايرمنت، تعملوا لي حرارة تمبرشر بريشر معين، وهذه نفس الشيء، وتعالوا شوفوا الاف سبرينجز افتر جنريشن. بعدين تيجي بتلاقيهم يا الله مين حاطط هذا نفس الحلزونات مع بعض؟ فهمتوها؟ ليتر اون بصيروا ايش؟ كانهم وحده، ما عملتش مور سبيسيشن، عملتهم كانه وحده كونفيرجنت. عشان هيك انا بحطيت ايش؟ خط تحت ايش؟ ان ريليتد سبيشيز. هذا اللي ذكرتوه النقاط. اذا انا بدي اعمل جينيتك ايكوليربيوم مزبوط، في عندي سيرتن كرايتيريا هاف تو بي ميت، رديت عدتهم كمان مره هدول نفس النقاط. In order for a population not شيء ما تتطور، يعني مستر هاندربرغ مزبوط، equation has to be met، في عندك certain condition. هو حكى شو؟ قال انا ما بدي اي ظروف خارجيه تاثر على المجتمع، على البوبيليشن، على السبيشيز، ما بدي اي بريشر. فالنقاط هذه حتى المجتمع انه ما نوت ايفولد، انه يضل زي ما هو ما شاء الله ما يتغير، الميتنج ماست بي راندوم. واضح؟ طب لو كان نوت راندوم، لو كان سيلكتيف، عشان هيك بتشوفوا شجر البركوك والخوخ منتشر كثير في فلسطين، لا لا، واللوز، لكن تعالوا على اللوز البري، تعالوا على البركوك البري شو بتشوفوا فيه؟ عم بيختفي ولا لا؟ إذا أنا بدي يصير ايفولفمنت ايفوليوشن، بدي أخلي كل شيء زي ما هو، ما غيرش ولا شيء. إذا غيرت شيء بيختلف الوضع. البوبيليشن سايز قد ايش لازم يكون؟ لارج. والسمول عايش بيأثر؟ سمول بوبيليشن. شو بصير في الديفيشن؟ عالي. شو بصير في الالي فريكونسي؟ تختلف، بيظهر عليها الافكتس. طب شو حكينا على الاميجريشن والمايجريشن؟ should not happen صح؟ لانه هذول عم بيعملوا الاميجريشن، عم بيعملوا ايش؟ نورش للجين بول، بيجيبوا جينات جديده عليهم.
هذا الحكي مش لازم يصير. شو كمان؟ مش لازم يكون في عندي ميوتيشن. ممنوع يكون عندي فيود، مع انه احنا عاده في عندنا ميوتيشن ولا لا؟ على مدار 24 ساعه ولا لا؟ بيكون في عندنا ميوتيشن. لكن في انواع من الميوتيشن. هسه سبحان الله تقريبا 90% او اكثر شويه بتكون سايلنس ميوتيشن. سايلنس يعني ما بتاثر. يعني لو وجدت، لكن في بعض الميوتيشن لو وجدت على مستوى جين معين تعمل لك سيكلس، تعمل لك سيكلس الانيميا. الانيميا المنجليه. على بس جين واحد تغير او على نيوكليوتايد واحد تغيرت، اي بدل جي ولا اي بدل بي، اي بدل سي مثلا، بتغير لك الوضع كله. طبعا اي بدل تي وسي بدل جيم ولا لا؟ مش هيك هدول بكونوا ورا بعض؟ هيك تسلسل. شو كمان؟ بديش اغير هذا الحكي كمان. ما شاء الله. ما في عندي تشينج لا بالانفايرمنت ولا البريزنس اوف بريدتورز. البريدتورز اللي هم مفترسين. بقول لك انت بتعرف انه هذا الحكي مستحيل ايش؟ مستحيل يحدث. Do not always occur. الا يكون في عندك ميتيشن، الا في يكون عندك environmental pressures مزبوط، الا في يكون عندك ايش؟ selective selections. هذا الحكي كله بصير. يعني you cannot play around with this. اوكي. شوف نعم. شيء الانسان يعني ما راح يتدخل فيها. اي غابات؟ اما غابات كثيره من الغابات يعني؟ لا، مو في غابات استوائيه ولا لا؟ اوكي يعني بنفس الغابات الاستوائيه ولا الغابات اللي في افريقيا؟ كل شيء نفس الشيء. ولا الغابات اللي في افريقيا مثلا؟ دكتور يعني الغابه اللي مثلا الكائنات الحيه اللي عايشات بالغابات الاستوائيه هي نفسها راح يضل وضعها زي ما هو، راح مش راح يصير عليها ميوتيشن. او اذا صار عليها راح يكون. شفت كيف؟ هون اللي عم تغلط هون. هلا تروح على الغابات الموجوده مثلا في البرازيل ولا موجوده على على الساحل الاستوائي بتلاقوا الدايفرستي فيها عالي كثير. وايد. صح؟ طيب شو السبب؟ مع انك انت عكس حكيك تماما. في تغير بالظروف. انت بتقول ما هو لا هو بيحكي انه الظروف تقريبا في الغابات مور للسيم. مضبوط؟ تقريبا. بس انا بشوف الدايفرستي فيها عالي كثير. معناها انه في تغير 100% او في ميوتيشن صار على الجين او في ممكن صار ايميجريشن او مايجريشن او بالاحرى ايميجريشن صارت كانها شلتر لحيوانات ثانيه او لطيور ثانيه. اذا انت بتحكي انها انتشبل يعني ما حدا بيجي بيكتشف فيها، مع انه اليوم بيكتشف فيها الغابات كثير ولا لا؟ هو بيحكي انه الغابه without migration. ما هو ما بتقدر تقول هذا الحكي، ما هو بقول لك doesn't always occur. انت بتعرف انه هذا الحكي ايش؟ مستحيل يصير. لكن بقول لك انا في حال انه ما صار عمليه تدخل، ما صار ميوتيشن، ما صار عمليه سيلكتيف سيلكشن، ما صارش بريشر بالانفايرمنت، يعني ما شاء الله درجه الحراره ظلت زي ما هي ستدلي، ما ارتفعتش فجاه وما نزلتش فجاه على هذا، بقول لك اللي بضل ما بصير ايفوليوشن. وهذا الحكي مستحيل يصير، ولكن انقرضنا من زمان، حتى لو بالغابات، حتى لو كان عمليه شو اسمه. بس بتعرف شو بالغابه ممكن يصير عندك ايش؟ لو بسموه stabilizing selection. تيجي انت وين؟ على الوسط. بصير عندك الجين بوم بيكون not more diverse. بس هم عادة لا باخذوا عدد شوي من الاكستريم عشان تزبط الامور معهم. اوكي. يلا ريمبر. خلصنا احنا كم ساعة؟ طيب طيب هذول اسئلة، بس هذول اسئلة لكم لمصلحتكم. لمصلحتكم حطيتها، لمصلحتكم مش موجودين، لمصلحتكم حطيتهم. طيب الايفوليوشن بيجي على اي مستوى؟ الخليه ولا انديفجوال ولا بوبيليشن؟ جود. اي واحده من هذول بالنسبه للميوتيشن از ترو؟ ويج ستيتمنت؟ ميوتيشن ار نوت راندوم. ميوتيشن جيف رايز تو نيو اليلز. Limitation responds to selection pressure by producing new forms of genes that are needed at the moment. Which one? Two? Three? Limitation gives rise to new alleles.
ما بيعطي ميتيشن قليل جديد؟ لا بعطي قليل. بعطي نيو قليل؟ والثالث ميتيشن ريسبونس تو سيلكتيف بريشر باي برودوسينج نيو فورمز اوف جينز ذات ار نيدد ات ذا مومنت. شرط؟ القليل نفسه بس راح ممكن يكون ميتيشن ممكن يكون ميتيشن ليثل. لا ممكن ميتيشن تكون ليثل. إذا أنا أقول الثاني أو الثالثة، شو رأيكم؟ نمبر 2. نمبر 2. القليل نفسه بس الجينات راح تكون مختلفة. طيب. أوكي. How do mutation most directly contribute to natural selection؟ ترى كيف الأسئلة بتيجي؟ كيف شوف الأسئلة كيف بتيجي؟ يعني تدرسوها ما شاء الله سهلة، بس إذا قدرتوا تجاوبوا هدول الأسئلة بوعدكم تجيبوا في المرة. تقريبا. How do mutation most directly contribute to natural selection? Mutation. They change the base sequence of DNA within a gene. They create new alleles that may become suitable for a given environment. They increase the variation within a population. طلع عليهم تقريبا نفس الكلام. But which one is correct? Okay. Which of the following occurs when a migrating individual interbreed with a new population? تيجي بشان تاخذهم الاسئلة بشان تجاوبوهم. It's a gene flaw, genetic drifts, ولا natural selection. مش gene flaw. Migration. حكينا لكم migration. شو معنى migration؟ عم بيجيبوا جينات جديدة. جابوها. Which of the following occurs when a small group of individuals leave population and establish a new one in a geographic isolated region؟ هل سميناها gene flaw ولا genetic drift ولا natural selection؟ How does gene flow directly contribute to evolution? How does gene flow directly, directly contribute to evolution? It changes the environment in which population resides, it reduces new alleles into population, or it reduces the number of members of population. شو رأيكم في B? مزبوط. Which parameter is necessary for in order for genetic drifts to occur? Population must be large or small? Small. Natural selection occurs when an organism is subjected to its environmental ولا genes ولا ancestors. مش environment؟ Okay. When an environment eliminates individuals at the extremes of the population. هذا سميه direction disruptive stabilizing شو بنسميه؟ Sensitivity.